في البداية كنشكر الجهة المنظمة اللي هما الاتحاد المغربي للشغل والشبيبة ديال الاتحاد المغربي للشغل اللي أنا كنعتز بأنني عضو في الاتحاد المغربي للشغل. احنا اليوم بصدد حفل توقيع ديال الكتاب ديالي اللي هو الكتاب الثالث، العنوان ديال الوحدة الترابية قضية المغاربة الأولى. هذا الكتاب اللي كنتمنى على أنه يكون في خزانة كل مدرسة وكل كل كلية وكل معهد، لأنه هو ممكن أنه يشكل واحد الحقيبة ثقيلة اللي ممكن يستعملها أي تلميذ أو طالب في الترافع من أجل الوحدة الترابية. الكتاب يتضمن مجموعة ديال الأجزاء. الجزء الأول يتعلق عن واحد حقبة ديال الاحتلال ديال المغرب شمالا وجنوبا، وكيف استطاع المغرب أن يحقق جزء من هذا الاستقلال. وفي المرحلة الثانية كنتكلموا على المسيرة الخضراء بأدق التفاصيل ديالها، وفي المرحلة الثالثة أتكلم عن واحد الكرونولوجي ديال الميرف الصحراء اللي كاين لا عند الأمم المتحدة ولا عند الاتحاد الإفريقي. وفي المرحلة الرابعة كنتحدث على الوحدة الترابية بالنسبة للشمال، وأدعو إلى إحداث الجهة 13، جهة السالبة لكل والد ديالها بطنجة أو بالرباط. وفي الأخير كنتكلم على جار الجزائر اللي هو جار السوء بطبيعة الحال، وكيف كنتكلم على أش قدم المغرب للجزائر ملي بدات هذه الجزائر تكونت، وأشنو كيقدم الجزائر لنا. وأكدت كثير على المنطقتين ديال بشار وتندوف بأنهما منطقتين مغربيتين وحان الوقت باش نطالبوا بهم. الفكرة كانت هو ما بغيتش التلامذ ولا الطلبة يبقاو كيحتفلوا داك الاحتفال الروتيني، لدرجة على أنهم اللي التلامذ كيكبروا كيوليو طلبة دوك الاحتفالات كيبانوا لهم ديال الدراري الصغار، وكتلقى ما كيعطيوش واحد الأهمية للاحتفالات، بينما احتفال خص يكون بنوع آخر بإعطاء الدروس والعبار بالاستفادة من هذيك المسيرة الملحمة، وبطبيعة الحال باش يكون عندك آليات للترافع والدفاع عن الوحدة الترابية. أكيد كتبت عدة مقالات رأي على جار السوء، دوزت في حلقات لا في الأسبوع الصحفي ولا في بيان اليوم ولا في عدة جرائد، هضرت خصيصا على هذا الجار وتكلمت على الوضع ديالو السيء، لأن النظام هو في وضع سيء أمام الشعب ديالو ويحاول الإلهاء ديال الشعب باش كيلقى خصم وهمي ما كاينش، لكنه اختار الخصم، لأن الشعب المغربي والشعب الجزائري ما عمرهم ممكن يتخاصموا. إلى لاحظتوا مؤخرا لأنهم مشاو حتى للمجال الرياضي وبداو صفحات مزورة كيقولوا أشياء التي لم يقولوها لا مدربين ولا كذا، بهدف على أنهم خصهم الشعب ينتفض معهم باش يلقاو الوسيلة باش يحملوا السلاح. لكن الشعب واعي، لا المغربي ولا الجزائري ولا الرأي العام، والمغاربة ما عمرهم غادي يهزوا السلاح ضد خوتهم، وبالتالي فكل ما يحاولون فعله سيكون النتيجة ديالو الفشل. وانتم ما كتشوفوا انتصارات ديال الدبلوماسية الخارجية المغربية وحدة زيادة على وحدة، والانتكاسات ديال النظام الجزائري حتى هي غادا في الأسفل. ما تخرجوا، ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.